زهرة زهرة اصحي اصحي زهرة اصحي. ايه ماما ايه في ايه؟ في حرامي في البيت. حرامي؟ أيوة. حرامي ايه بس يا ماما؟ انت كويسة؟ ايوه انا كويسة، بس انا شايف حرامي ولا عفريت لابس جلابية سودة. مالك يا نزاجة؟ ايه شفت ملاك الموت؟ ملاك الموت لما يشيلك. هو انتي ايه اللي جاب الولية دي هنا؟ انا نسيت اقول لك يا ماما ان عمتي وصيفه، هي وصفاء بنت اخويا زهرة هيعيشوا معانا هنا. انت بتقولي ايه؟ وصفه مين وصفاء مين اللي هيجوا يعيشوا معايا في بيت واحد هنا؟ انت جننتي يا بنت. ماما ما ينفعش كده. بلا ماما بلا بابا بلا زفت. انا نازك هانم السلحدار، سليله بيت السلحدار باشا، يجي عليا يوم واعيش فيه مع البتاع الفلاحه دي بيت واحد. مالها الفلاحه دي؟ خطفت الرجاله. انا خطفت رجاله يا وليه مجنونه انتي؟ الا هو مين اللي جوز سليمان باشا غانم العمده وهو متجوز ومخلف؟ اني ولا انتي يا نزاجه؟ اوعي اسمعك تقولي نزاجه دي مره تانيه من بقك ده. وبعدين سلامونتك كان بيموت فيا. ماما مش وقت سلامونتك ده خالص، انتي تخشي تنامي وبكره الصبح نتفاهم في المواضيع دي. اسمعي بقى يا زهره، اسمعي مني كلمه واحده، بكره الصبح الوليه دي لو ما مشيش انا هلم هدومي وهروح عند عادل. يا رب امتى بس هكسب قضيه المراس دي عشان استقل بحياتي. نامي دلوقتي وبكره نتكلم في موضوع استقلالك. طيب يا اختي اوكي. بنويه. هانم بنويه يا حبيبتي. وانت كمان.